اما لانها موجوده في رف من الرفوف بتاعت الجامعات، اما لان والله الناس كسلت من يفتشوا البحث ده، اما لان والله الناس ما بتراجع السياسات بتاعتها والى اخره. فالهدف الاساسي بتاعنا احنا دايما نلم الحاجات دي كلها، نعمل لها اندكس، نكون شايفينها كده قدامنا في فريم بتاع صوره كبير، وعارفين منو اللي بيقدر يقدم شنو، مش كده؟ وبعدين الزول اللي عمل حاجه قبل كده يساعد الزول اللي داير حاجه ثانيه. بالاضافه لانه في ناس كتار جدا بيعملوا كوبي كات. البحث اللي تلقاه نشر في جامعه الامارات الاسلاميه نفس البحث، نشر في جامعه النيلين نفس البحث، تلقاه نشر في كمبيوتر مان نشر في جامعه احمد. وبالتالي احنا بنكون قاعدين في حلقه مفرغه بتاعت انه في ناس بتتخارج ما قاعد تتخرج، وما في تطبيق للبحوث دي. وبالتالي الناس ذاتهم ما بيكونوا مشجعين لانهم مش يفتشوا دعم للبحوث على اساس انهم ينفذوها كده. فبقى زي ان احنا هنا السوشيال كده اكسبتد الفيلير بتاعنا، دائما احنا البحث بتاعنا يكون مثلا من الفكره بتاعت الجامعه ولا السنه العالم ولا بتاع، يكون كومبتيتيف ويكون بينافس على مستوى العالم. فالفكره الاساسيه بتاعت المبادره دي انها مبادره، يعني هي لا منظمه ولا مسجله ولا عندها تمويل ولا الى اخره. اليوم ده كله قائم على شخصين، شخصي و الباشمهندس السايكل ماهر كباش. اخوانا ده صفقه شديده. طيب عملت الحاجات دي كلها، يعني من البدايه قلت لها لو ساعتك ممكن تساعديني، قالت لي ده قصر قالت لي يعني المنتج بتاع الحاجات كلها. فهي خريجه كهرباء الخرطوم هنا ده، وبرضه زول تيدكسر زي حالتها ده بتعمل تيدكس في جامعه الخرطوم، وزول كانت الشهاده السودانيه، لكن استفدت هي ذاتها حاليا انها ما لاقي منها حاجه. المبادره دي ما بدات لحد هسه ده النشاط الثالث. النشاط الاول كان انه هاو تو رايت اند ببلش ريسيرش بيبر، دي كان عملناه يوم 13/1 السنه اللي فاتت 2013، كانت في مركز الاتصالات. كلهم في 14 سبيكر، 13 عندهم دكتوراه وواحد عنده ماستر، كل واحد يتكلم عن موضوع مختلف. واحد يتكلم عن ليه احنا قاعدين نعمل ريسيرش، واحد يتكلم عن الاخلاقيات في الريسيرش، واحد يتكلم على تنشر وين، واحد يتكلم على تنشر وين مجاني، واحد يتكلم على الكرياتيفيتي والريسيرش، واحد يعني 14 موضوع مختلف. حتى انا زي ما قدرت اقدم في اليوم ده، جاي عشان اقدم فاتح نفسي، لقيت انه القصه فول يعني. ودي حاجه فيري انترستنج، لما انت بتعمل كول للناس اللي يقول تعالوا مثلا عملوا معايا الحاجه الفلانيه، يقوم يجوك ناس مؤهلين ومدربين اكثر بكثير جدا من الحاجه اللي انت عاوز تساعدها، اكثر من الطاقه الاستيعابيه بتاعتك، مش كده؟ فالحاجه دي بصراحه فرستريتنج، لانه اذا كان عندنا الطاقات موجوده ليه احنا ما قاعدين نتنظم ونعمل مبادرات، وما بالضروره المبادرات تكون اسمه شنو ده يعني مموله وعندها اسم وعندها هيكل والمدير العام والامين المال، ما بالضروره. يعني عليكم السلام. تخيلوا انا ناسي شخصين هدول، انا شغال اسيستنت بروفيسور في كليه جاردن سيتي في جوري، ما في يد اجابه، وساعدة هي تي اي هنا في كلية الكهرباء. قلنا يا اخي الناس بتسال عن المنح الدراسية، واحد من الاعضاء بتاع الجوال في الفيسبوك قال دايرين نعمل يا اخوان المنح الدراسية الناس كلها بتسال منها. تعالوا نعمل الكلام ده. عملنا فورمين، فورم للزول الدار يقدم وفورم للزول الدار يحضر. يعني شو؟ يعني في زول هو داير وفي زول ثاني عنده. ودول موجودين. المبادرة بتاعتنا كلها فينا اخوانا تعالوا كده نقعد مع بعض. ونسمع بعض مش كده؟ فالحاجه دي احنا بنشجع اي زول موجود هنا ده، اي زول عضو في مبادره الباحثين السودانيين والعضويه ما عندها لا بطاقه ولا عندها اشتراك ولا عندها بتاع، انك تكون موجود في الجروب بتاع الفيسبوك بس، ما اكثر من كده. انك تاخذ مبادره تنظم ايفنت زي ده في المكان اللي انت جاي منه. المكان ده بالمناسبه ما بيقدر يكون مؤسسه اكاديميه او بحثيه. المكان ده ممكن يكون الشركه شغال فيها، ممكن الوزاره شغال فيها، ممكن نادي الحي اللي انت قاعد فيه. ممكن على مستوى اسرتك. نادي الناس اللي هتقدموا الليله هنا ده، والناس اللي قدموا قبل كده، كل الحاجات دي دوكيومنتد بفيديو موجوده في اليوتيوب، في لسه بتاعت فيديو. ناديهم قول لهم يا اخي انتوا اعضاء في البحثين السودانيين، يعني تعالوا قدموا لنا، كلموا لنا عن الموضوع الفلاني. النشاط الثاني كان برضه في سنه 2013 وتم في جامعه السودان. كان بيجاوب على السؤال بتاع كلمنا عن الدكتوراه بتاعتك عشان كل واحد فينا شايل له دار حاين بيها، دكتور انور، دكتور محمد، دكتور خالد،
لكن الناس ما قادرين يفهموا انت دكتوراه قد ايش مش كده، ده انه في ناس ثانيه بتكون قايل لك ميديكال دكتور يعني طبيب مش كده، بالذات الخالات والحبوات بيكون دارك عليهم كده. لا طبعا انا عندي دكتوراه بي اتش دي وتعبت جدا عشان اعمل بي اتش دي والى اخره كده، لكن الناس ما عارفين الناس حوالينا. موست انترستنجلي بيكون الناس اللي ما عارفين قد ايه طلبت البعض. زي انت بتدرس كمبيوتر ساينس ولا بتدرس اي تي والناس ما عارفين دكتور الموضوع ده يواصل كده يعني بروفيسور فلان دكتور فلان ده ما عندكم الوزاره عندكم الريسيرش لا وعندكم القاعات بتاعت التدريس مش كده؟ فالحاجه دي مهمه جدا انه احنا بنكرج احنا كلنا موجودين هنا ده جميل؟ فالموضوع بتاع الليل هو عن المنحه الدراسيه وعن الدراسه في الخارج، يعني في ناس عندهم زي ما يقولوا توك كده المنحه الدراسيه، وفي ناس ثانيين بيعرفوا بصوره عامه الفورمولا مع السوريين اللي لقيته عشان تجي هنا ده، فيه حته كده بتاعت انت جاي لشوف ده المنحه، وفيه حته كده بتاعت والله انا جست كيوريوس يعني انا بس ده اعرف الحاصل شنو يعني، انا ممكن اكون ما ناوي انه اطلع من السودان ولا اشوف لي منحه، بس انا داري اعرف. ودي حاجه احنا وينكرج الكيوريوزيتي، لانه دي واحده من الحاجات الكبيره اللي بتبنى عليها الريسيرش والسنتين الكوميونتي ده كله مش كده؟ تشوفوا حاجات واقعه جات واقعه اللي تحت ليه؟ ليه ما طلعت ليه فوق؟ مش كده؟ فالفضول ده هو المحرك اللي هناك، والفضول اللي احنا هنا مستخدمينه في مجتمعنا بصوره سلبيه. مش كده؟ شمال معاك خلاص، انتوا كلام كده يعني ما بتقدر تفهم. خلينا مجتمعاتنا احنا قاعد تضيع زمن كتير جدا، واحنا الزمن ده محتاجين له. كله ثانية، أنا من قبل فترة عملت لي مبادرة على مستواي الشخصي بتاع الكارثة إنه أنا بقدر أقدم لك استشارة حياتية أو استشارة في البحث العلمي ولا استشارة في المنحة الدراسية ولا استشارة على السفر على حسب خبرتي أنا متواضعة جدا في الحياة، وحابب منك $300 في الساعة. أنا أخذت $800 في الشهر. الموضوع ما انه كانت $800 بالنسبه لي، انا كنت كيريس ده عارف انه زماني بيساوي كم، يعني انا كنت ايديلي شغال فول تايم بعمل في الموضوع ده، بس بعمل له ماركتنج وبروموشن والناس كلها عارفين المستشار الخطير عمرو ركع انت حاطط في الشهر. لقيت المفروض انا اخذ زي $36,000 في الشهر. ده انا كنت شغال فول، انا اخذت $800 بس. فالزمن بتاعنا اي واحد فيكم زمنه ده بيساوي جروش. لو جيت انت تعمل لك برايس تاج في الزمن بتاعك غالبا انت حتكون زول فيري سكسسفول. على الاقل لما ما تكسب بتكون عارف نفسك خسران قد شنو. في ناس كهم شغالين ما عارفين نفسك خسران قد شنو. في الوقت بتاع الفطور ولا في الوقت بتاع الصلاه ولا الوقت بتاع ما اعرف شنو. الفكره دي لو افيشنت احنا عملنا حاجه لو 10 دقائق عملنا 10 دقائق باقي الزمن ده عباره عن شنو خساره. المفروض نكون عارفين نفسنا بنفس الشخص. انا كان الكوريا الجنوبيه، الكوريا الجنوبيه فيها ناس بيتم بالارقام بشكل جدا. يكونوا عارفين نفسهم هم وين، يقول لك احنا والله فاشلين اسي دي، اسي حاليا احنا فاشلين. لكن بنتوقع انه هنصل الصفر نقطه الاصل بعد سنه. عشان نصل 10% كفاءه بعد سنتين. فبرضه على فكره بتاعت انه وريكوجنايز الفيلير بتاعتنا والويكنس بتاعتنا والى اخره، الكلام ده لازم يكون في المجتمع العلمي والبحثي يكون واضح، ما في خوف، ما في مواردة. احنا برضه بحثنا ده يقدر يحلوا ليه الاكاديمية. لانه اي موضوع اللي بتنتظر اكاديمية بحثية يتناقش حرية. ما في زول يقول لك لا لا ده ما تتكلم فيه. في ناس كده عملوا بحوث كافية عن الارهاب مثلا، قالوا لهم لا لا ما تسوي. بحوث على الجندر لا لا. بحوث على الحرب في جبال الاول لا لا. دي حتات امنيه انت تشوف في خط احمر في خط ما اعرف شنو. خطوط عندنا هنا كثيره والوانها زادت اكثر من الخطوط من الالوان اللي نعرفها العاديه. الكلام ده مهم جدا بالنسبه لنا وانكريس الفريدم بتاعت الريسيرش. الكلام ده مهم جدا جدا. ما اقدر اطول عليكم اكثر من كده. المفروض انه مايا حسام النصري اللي هو كان اخذ الجائزه بتاع الطالب العام للام بي اي على مستوى العالم كان افضل طالب ام بي اي السنه دي، هو قدم في اول مبادره الباحثين السودانيين، المفروض يجي يتكلم لنا عن الليجيبيلتي بتاعتنا كسودانيين في انه ناخذ منح دراسيه. احنا في حته عندنا عدد من الحاجات اللي في صالحنا.
عشان ناخد منحة دراسية. يعني احنا قاعدين في افريقيا، احنا قاعدين في شرق افريقيا، احنا قاعدين في شمال افريقيا، يعني احنا قاعدين في الشرق الاوسط، يعني احنا قاعدين في الدول العربية، احنا قاعدين في الدول تحت خط الفقر، واحنا قاعدين في اندر ديفلوب كانتريز. يعني في كمية بتاعت ليبلز كده يعني احنا ممكن نكون موجودين فيها، الكلام ده كل الناس ما بتستفيد منه. وبنشتغل بالماكسيمم باور، بيفتكر انه الا اول الشهاده ولا ثاني الدفعه ولا ده هو الزول المفروض انه ياخذ منحه دراسيه. في حاجه بقولها طوالي، انا ما كنت اشطر واحد في الكلاس نيفر، لا في الابتدائي لا في المتوسط ولا زمان كان متوسط، لا في الثانوي العام لا في الجامعه نهائيا، الا لما بديت انافس نفسي بلاقي تجيت الاول. والله العظيم الماجستير والدكتوره ما كان في زول بينافسني فقلت تجيت الاول. شفتوا كيف؟ فالحاجه دي برضه الناس اللي قاعدين هنا ما يفتكروا نفسهم انه والله احنا وير نوت فيت. اي زول هنا فيت. لو انت لقيت الهوم بتاعك، الهوم بتاعك هو شنو؟ هو الحاجه اللي بتحبها اكثر من روحك. لو لقيت الهوم بتاعك ده انت غالبا هتكون الاول، وانت بتنافس نفسك وانت بتفوق على نفسك كل يوم تمشي لقدام. مش كده؟ هي دايرين دي بالضبط. طيب ممكن تجد بس يا دكتور احمد؟ ممتاز. طيب معناها الكيك اوف اليوم بتاعنا دكتور احمد، دكتور احمد ممكن تعمل بريف برضه عن نفسك كده. طيب ما اخترنا الموضوع بتاع الفيروس. انا اتفرجت من خمسه حوايه في 2003 بعد ذلك اشتغلت سنتين في الجامعه ما كنت بفكر انه ها؟ يعني سرعوية ولا كده. ايميشن وثقافه شايفين انا شغال يعني جيت تكنولوجي في بلد تعلم تكنولوجي مزارعين. قلت انا اتخرجت من هندسه الطبيعيه في شركات. بعد ما اتخرجت اشتغلت سنتين في السوق هنا بنلعب برامج لكن شركات اشتغلت مع الاي تي انجينير بتاع في ايري جروب. وصلت نقطه شفت انه يعني هي تكنولوجي بس بقى مساحه في التكنولوجي وبس نتعلم. عندي سيسكرا بجيب سيسكرا بنتعلم كوماندز بتاع بتبقى سيسين خلاص ذاتس ات. لا كنت بتاخد انا مش هشوف اعمل كذا في السويد عملت ماجستير في السويد وستيل كنت بحاول اعلم الريسيرش هو عباره عن شيء مشيت مع سكه معينه اشتغلت شويه ريسيرش اسيستنت بعد ذلك مشيت لدبي عملت بي اتش دي في دبي واصل بعد بس بوست دكتور ريسيرش بعد البوست دكتور بس يعني شغال ريسيرش ساينتست ريسيرش اسيستنت في دبي يعني مشروع مطلق يعني مطلق عمل خاص المجال بتاعي هو يعني انسى كهربائيه موبايل كوميونيكيشن وانترنت انفراستراكشر بشكل عام. طيب انا هتكلم عن شنو؟ انا هتكلم عن الدراسه خارج السودان عموما كفتره عليا ليه بشتغل كفتره عليا في المقام الاول والفرص الموجوده شنو؟ لازم فرص كبيره جدا زي ما قال الدكتور عمرو. بعدين طبعا انا ما ابدا انا سعيد انه في بلاتفورم زي ده. انا جيت الحاجه البسيطه جدا دكتور شريف في جامعه سالته انه كنت تقدر تقدم حاجه للناس يعني تكلم بروح عن فرص فقال لي في شباب عندهم مبادره وعندهم بلاتفورم وشفت انها حاجه يعني جميله جدا يعني وشكرا لكم يعني. انا دائما زي ما قال لهم انت عارف من وين؟ الحاجه موجوده في الفوق موجوده في الفيديو بتاع دائما في الموضوع. طيب البرزنتيشن ده فوق عباره عن ده تمشي تجري بره ليه؟ ليه تخلي هرب؟ ليه تخلي الكونفر زون بتاعك؟ ليه تخلي شغلك؟ ليه تطلع بلد غريبه؟ الموضوع صعب جدا، الناس بتعرف تجرب بلد حيقولوا يعني انت بتطلع في يعني زي ما شايف في دلع. يعني لغه جديده مجتمع جديد تحاول في دي ما تعرف مين هو. تيجي بلاش عايش نقطة. انت مين بلاش خصوصا ليه مش عارف كده؟ بعد ده في فرص هل زي ما قلت لك في فرص سكولرشيب مستوى ماستر. بعد ده في حبه احصائيات بتعرف مين السودانيين مدى نجاحنا في انه ناخذ الفرص دي. والحته الاخيره هي انه انا مش عامل بي اتش دي. طيب كويس ليه ما اشتغل ليه ما اشتغل معاك؟ في طول الموسم بتكلم عن الماسترز والبي اتش دي. الماسترز الاجابه على السؤال سهل جدا. الماسترز كيف تقدر تعمل مع بعض ميكانيكال انجينيرنج ولا سيفل انجينيرنج ولا اي ولا حتى ولا ايكونومكس ولا فيزيكس. المجال واسع جدا في مستوى في البكالوريوس
تشتغل ده يعني كبروفيشنال في الشغل معك كـ engineer أو physicist أو economist ما تقدر تفهم الفيلد كله. لو في ذلك الوقت أنا ناس كبيرة من power من communication من digital design على مستوى البروفيشنال أقول لكم يعني ما تقدر في تحتاج تخصص تحتاج شو بيك صوب فيلد في المجال بتاعك وتركز فيه. في مجالات كثيرة أنا أتمنى إن الناس تشتغل ماسترز. البكالوريوس اللي بيستعملها في أوروبا ناس بس تكون جدا في البكالوريوس. أنا أدرس 5 سنين اللي هي كومباين ديجري بكالوريوس وماسترز. فالماستر اللي جالس عليه أنت بتشتغل تركز في حتة معينة بس في كفر ماسترز بتشتغل كوميونيكيشن وبايرلس كوميونيكيشن دي الأريا اللي بتشتغل فيها. أنت بتشتغل تاخد نولج زيادة للعالم وتطور نفسك. أنت لاي في البكالوريوس عموما أنت كناس الموضوع تلقيني هنا ولا خارجه موضوع تلقيني. انت تتعلم يعني شو حاجه زي كده الحته بتاعت الساينتفك ريزن التفكير الكريتيكال ثينكينج التفكير غير علمي ما بتكون يعني طورت بين هذه الفيروس. فالمصدر دي فرصه انك تفكر غير علمي. الشيء الثاني هي اول خطوه انك عشان تعمل بي اتش دي. لكن لما نيجي نمشي في مثلا البي اتش دي البي اتش دي قرار كبير يعني قرار ما زال الانسان خلص فكر فيه يعني مليا. ليه؟ اول حاجه حدود 3 إلى 5 سنين من عمرك في المساله دي. وسبوزلي انت عمرك بيكون 25 لانسان. فيعني 5 سنين انفستمنت كبير جدا. الشيء الثاني البي اتش دي انك الشغل اللي هتعمله كبير جدا. انت هتشتغل في ايام هتشتغل 12 14 ساعه في اليوم لمده 5 سنين. حاله منطقه تماما. ليه تقعد تعمل بي اتش دي على مستوى يعني ممتاز. الشيء الثالث هو نجاح بعض الامور. لانه في البكالوريوس وفي المواقف الكورسات بتعملها بتقرا التكست بوك يعني تنتهي تانية في البي اتش دي انت بتحاول تدرس هايبوثيسز نوت فرضيات بتحاول انت تبوش ذا باوندريز تمشي ابعد مما لازم تمشي. الفرضيات بتاعتك بتقعد تكون غلط. لانك بتدرس بتدرس لك كونفرنس بتترفض. بس الفرستريشن ده كنت محدود فالنجاح ما دام مضمون في انسان مفروض يكون جاي مليا قبل ما يمشي. لكن انا استثنيت انه احنا اي امور بي اتش دي هو ده السوشيال. فربما ما اقول ليه مش اعمل بي اتش دي مع انه بي اتش دي فيها مشاكل كثيره جدا. انا داير في 4 مفاهيم مضبوطه عن البي اتش دي. انا حابب بس امشي فيهم. اول حاجه اللي هي بتاعتنا هي درجه علميه. حاجات زي الماستر زي البكالوريوس تجيب الكتب تاخد كورسز اول حاجه تاخد بي اتش دي. لا البي اتش دي ما درجة يعني كشي ريسيرش تريننج يعني زي ما بقول دي كشي يعني كيف تعمل ريسيرش وبعدين باي براكتس بتعمل ريسيرش بتنشر اوراق علميه وبتقدم الاوراق العلميه وبتدافع عن شغلك. الحاجه الثانيه انه بي اتش دي للناس عايشه في البشير. لو جاي عملت بي اتش دي هتيجي تشتغل وزاره في الجامعه. وين اندستري ما عندي علاقه في البي اتش دي والكلام ده اصلا ما دقيق يعني ليه الصور دي انا في على واحده جوجل عندها حاجه اسمها اس لاب. الاس لاب طبعا من درايفر ليس كار اللي هي سيف تجاره على عربات الدوس بار طبعا من اندرويد طلع منه حضرتك طبعت منه الجوجل جلاس هسه شغالين في سمارت لينس مع الشركه بتاعت نوفارتيس بتاعت الدواء حتى نطلع في الاكس لاب كله بي اتش دي هولدرز الاندستري ريكروتنج البريز السمارت بريز عشان هم يمشوا ابعد من المنافسين بتاعين. الشخصين دي من فاليا كوبسون انفنسر دي من الفاذرز بتاع الانترنت. يعني فاليا كوبسون هو عمل تي سي بي كونجشن كنترول وفنسر اسهم فيه كثير في الديت جرام والتي سي بي. الناس دي اللي شغالين في جوجل. يعني الاندستري اكتفلي وبصوره مستمره بيحاول يبنوا في البريس ولا زي ما بيش دي. الصوره دي ده ريسيرش سنتر بتاع اي بي بي في فيسبوس في السويد. لو شفت المبنى ده ضخم جدا ويكون في شيء موجود على اي بي بي ده نفس ضخم من الصينيين ومن غيرهم. فبالتالي بتحاول انها يعني اوت انوفيت اوت سمارت الناس الثانيه. بالتالي تكون اوت انوفيت اند اوت سمارت تحتاج الناس سمارت. هورايزون 2020 80 مليار يورو لتمويل الريسيرش والتكنولوجي من الاتحاد الاوروبي من 2014 ل 2020 80 مليار يورو. عشان تكون برسبكتيف الميدانيه بتاعت السودان السنه جايه 14 مليار دولار.
تعلموا ذلك. فالريسيرش هو في البرايوريز بتاعت الدول، الريسيرش مهم جدا، والبي اتش دي هولدرز هم في يعني نقولهم في الفور فرونت بتاعت البحث العلمي. النقطة الثالثة انه البي اتش دي هي نهاية الخط، انت بعد ما تنتهي بعد خلاص البي اتش دي خلاص وصلت عبر. الكلام ده ما دقيق ومفهوم مغلوط. البي اتش دي هي البداية ليك التواصل انت كبير كباحث، هي البداية البي اتش دي، لأن البي اتش دي تريننج، انت تاخذ تريننج انت تبقى ريسيرش. بعد البي اتش دي تتعلم حاجة جديدة، بعد البي اتش دي تقعد تكتب أوراق علمية زيادة، بعد البي اتش دي تتعلم انك كيف تبني مؤسسات تمويل انه يدوب قروش يشتغل الافكار في راسك، تكتب ريسيرش بروبوزلز تاخذ قروش عشان تجيب طلبه تشتغل. ده بيعلمك كستيودنت، دي مثلا انك تقنع الناس بافكارك. الشيء الثالث انك تشرف، انت اخذتها تعلمتها انك كيف تعمل ريسيرش، تعلمت كيف تكتب، بعدين تمشي مع الطلاب. فدول القسم بعد البي اتش دي، فاي واحد فيهم ان شاء الله ربنا اداره فرصه انه يمشي على البي اتش دي، انا ريكومند انه يولدوا بعد البي اتش دي 3 أو 4 سنين كبوست دكتورز ريسيرشز يتعلموا سكيلز تفيد انهم محتاجين يعني. اللي صار فيها طوال لازم يكون في تاثير دي تكون فيها اشكاليه يعني. الشيء الثاني انه احنا في دوله ناميه، دوله ما ما هو تعليم بأساس وما تعليم بي اس سي بولدر اوفر اوفر فايل تعليم هنا، والكلام ده الكلام ده اكيد مظبوط زي ما قال دكتور انور. احنا عندنا مشاكل بين الاثنين هنا، عندنا امراض خصوصا عندنا قصدي ما عندنا انترست ان اللي موجودين ابحاث عندنا، عندنا مشاكل في الانفراستراكشر بتاعتنا. بشوف الخريف كل سنه التطور بتاع خطه مشكله كبيره، ده ابحاث هي المشكله بتاعت التصريف هنا، ده ابحاث ما بتلاقي الجنين. عندنا موارد البترول بتاعنا في مشاكل معينه، مثلا في شمع كثير، تروح حاجات دي حاجات تحتاج للاخسين انه يشتغلوا يشتغلوا فيها. الزراعه احنا كنا في الفور فور حتى الابحاث كنا نعمل عينات بتاع قطن بركات وزورة حقتنا، وكنت عارف في بركات في الجزيره وفي لهب، وكنا بنعمل ابحاث كنا باحثين بنحتاج نطور عينات بتاع المحاصيل يعني تدفع معانا مع الجلوبال وورمنج مع التغيير المناخي. الاشياء كانت بتقوم بعد 20 سنه ما بتقوم الليله. فنحن عندنا مشاكل كثيره حقتنا بنحتاج للبيش دي خالص عشان يحلوها. طيب بناء على الحاجات دي ليه تعمل بيش دي؟ لو تنطبق عليه واحده من 4 حاجات فكره بتاع بيش دي. الاولى انك انت لو تمشي على بعض ولا تمشي بتاع بيش دي، يعني ما تستخدم بس تكنولوجي. الشيء الثاني لو داير شايف انك تشتغل كريسيرشر او ك فاكولتي ستاف يعني اكاديمي ستاف اكاديمي تكون يعني في ممكن تعمل بيش دي. الشيء الثالث اللي تشارك في قرار بطريقه علميه برضه تعمل بيش دي. الشيء الرابع في السودان محتاج مور بيش دي بولدرز. احنا عندنا مشاكل كثيره جدا وما عندنا بوش. محتاجين سمارت سوليوشنز. السودان محتاج مور بيش دي بولدرز. محتاجين ناس يفكروا بطريقه يعني الانتقال سهل. يعني احنا لكن في مشاكل كثيره حلها حلو عندنا ناس يعني مؤهلين اكثر تتحلها بسرعه. فدي الاسباب الانسان يعني ارفع عينه ممكن تموتيفيت انه يتعمل بي اتش دي. طيب احنا تكلمنا انه ليه اعمل ماستر يتعمل بي اتش دي. طيب هل في فرص؟ الجراف ده اكوردنج للاو اي سي دي اللي هو في نادي الدول المليانه ومعاه اليونسكو بيوري على الطلاب من سنه 1995 ل 2010 اللي بيدرسوا خارج الدوله الاندونيسيه. الرقم ده كان 800 مليون تبقى 800,000 في 1975 هسه بقى 4.1 مليون والترند اكسبوننشال يعني زاد بصوره مسارعه. الفرص موجوده، الفرص ما قلتش واوفر باي الفرص قاعده تزيد. الفرص موجوده لكن النتائج بنشوف الفرص دي قاعده وين وكيف ناخذها. الفرص موجوده كيف؟ الفرص موجوده على مستويات مختلفه، على مستوى الجامعات، في جامعات كثيره عندها برامج منع في الجامعه، في مستوى الدول عندك مثلا الدارت المانيا، عندك الكود سكيم في النرويج، عندك السويدش انستيتيوت سكولرشيب في السويد، في برامج كثيره في فرنسا، في اسبانيا، في بولندا، في فنلندا، في امريكا، في برامج كثيره جدا منع على مستوى الدول. والبعض في السودان يقدر يكون يقوم. ثاني عندنا برامج على المستوى الاقليمي.
عندنا إراسموس موندس أو إراسموس بلس اللي هو برنامج أوروبي لكل الناس يعني ما محصور على الأمارة اللي ما يكون للأوروبيين في السودان يقدمون له. عندنا تاني برامج على المستوى الدولي البنك الدولي عنده برامج اليونيسكو عنده برامج أوبن سايت فاونديشنز عنده برامج فاونديشنز كثيرة من الفاونديشنز السودانية بعد إبراهيم عندهم برامج في المستوى انت بتحتاج يعني مثلا التقديم هي ستريت فورورد انك بتتخرج بتاخذ الشهاده بتاعتك انك انت على اللغه اللي بتحتاجها بها الانجليزي وبعد ذلك بتشوف النجمه بتاعتك كويس. طيب الملح دي موجوده على المستوى كلها انا كنت حاولت اشوف انه احنا سودانيين بنستفيد من الشغل من الناحيه دي لانه انا قاعد اتدرب قاعد اشوف انه على الطلاب السودانيين بيجوا ما كتير ف هي هنا دين على السودانيين اللي اخذوا سكولرشيب السنه اللي فاتت من السودان انستيتيوت السنه اللي في 2014 دي بتاخد مقارنه دول حوالينا عندك هنا اثيوبيا كينيا السودان يوغندا تنزانيا على الطلاب اخذوا فرص السودانيين في 26 طالب سوداني اخذوا فرص السنه اللي فاتت في كليات فيري كومبيتيف جي بي اتش في نوت يونيفرستي لكن لو لاحظت على السودانيين بمقارنه بالدول اللي حوالينا كلها مشكله كبيره احنا 26 تنزانيا 39 يوغندا 74 كينيا 46 واثيوبيا 65 في فرص لكن احنا ما اجازين. طيب عينا ثاني مثلا في إراسموس البرنامج كان في قصه ثانيه عندنا في النرويج في جامعه بيرلين كلية الطب في الأسنان في تعاون بين الجامعة وقوم تعاون بين الطبقات دي قصة بتاعت نجاح جميلة جدا التعاون ده في الخمس سنين اللي فاتت عندي خمسة طلاب ماجستير خمسة من الماجستير 14 منحة دكتوراه وثلاثة بوستوكر ريسيرشز يعني الفرص موجودة وفي هنا السودانيين قاعدين يجوا يعني 25 سنة فاتت ما كانوا يجاوبوا رجالة وما كانوا ناجحين أصلا يعني مش كده؟ طيب لكن استيل عندنا مشاكل انت ما لازم تاخذ فرص ده الإراسموس الإراسموس على الطلاب السودانيين اللي اخذوا فرص من إراسموس من 2014 ل 2013 من 2004 ل 2013 علاج السوداني اخذ فرص من 2004 ل 2013 اكوردنج للارقام بتاعت الإراسموس في نفس الوقت الاثيوبيين 523 اثيوبي اخذوا فرص 219 مصري اخذوا فرص يعني ما في فرق بالتعليم ولا فرق بالتعليم كويس 3 مليون يا جماعه هي دي على 16 مليون هي 30 مليون 3 مليون دي كلها 11 سودان كيني 7 78 87 ف طيب ليه احنا السؤال اللي بيطرح نفسه بسأله ليه احنا بس يعني على الناس اللي فرص هم اقل هل عندكم اقل تاهيلا او هل عندكم ما بنقدم زي ما انتم بتقدموا وده شفت ده على الناس اللي بيقدموا السنه اللي فاتت لإراسموس الناس اللي قدموا السودان السنه اللي فاتت لإراسموس 102 اخذوا 102 على الاثيوبيين قدموا 2755 27 مره على السودانيين قدموا على المصريين قدموا 410 مصر فيها مشاكل سياسيه ومشاكل على الاستقرار وستيل 410 قدموا كينيا 372 اريتريا 153 عشان في دول كبيره بقى الموضوع ده تفسيره بالسكان لازم السكان اكثر مننا كده لا السودان سكان 30 مليون في سوريا 94 مليون يعني النسبه 3 ل 1 النسبه 27 ل 1 مصر على سكان 82 مليون النسبه كم؟ يعني 2 ونص اكيد 4 اريتريا اقل منها احنا 5 ل 1 اريتريا 6 مليون احنا 30 مليون في مشكله على في عدد المقدمين بسيط جدا ما في مشكله بتاعت اويرنس زي ما قالت الكل عمري معك فرص وتاخذ الفرص الناس لو قلت لك جهز نفسها في الفرص عايز انا خاف ما كنت حوالي دي والله انا لو قلت ما حيحبوني ولا في انه انا مستواي انا ما بحبني الحاجه يا اخي جرب هو جرب مره واحده ولا مره واحده جرب 30 مره لحد ما تقدر توصل انت هدفك انك تشتري لا ولا حاجه تسافر لي حاول وكم عيب انا ممكن اقول لا تشتري 2017 9 تبدا 2015 1 تبدا تجهز نفسك الحاجة ما بتعرف في آخر ما بتعرف في آخر شهرين
اذا كان القوه نفسها في انجليزي، اذا كان تشوفوا مثلا البروجرام بدا تقراه ده، هو البروجرام بتاع شنو؟ هل انت درسته في جامعه كفايه؟ هل انت اهل نفسك عندنا فيه؟ في حاجه اسمها موقع اللي هي الماس اونلاين كورسز، في حاجه اسمها كورسيرا، في حاجه اسمها ايدكس، انت ممكن تاخد كورسات عشان تبدا الفرق بين الجامعه وبين الشيء بتاع الشيء. فالانسان ممكن يجي على نفسه ويخطط للحياه، في فرص كثيره جدا والناس قاعده تلاقي مقابل. النقطه الثانيه انا استلاحظه انه لو قسمنا الناس اللي اخذوا المنح على الناس اللي قدموا ده بيدينا احصائيه عن نسبه النجاح. بنلاحظ ان السودان قريب لاثيوبيا لكن قليل من الناس تعليم كله، معناته الابلكيشن زاد فيها اشكاليه. طبعا السامبل دي صغيره احصائيه لما تعمل سامبل اكبر. وده سؤال بتاع ريسيرش، يعني بدون عمل ريسيرش على الناس اللي بيمشوا وبيقدموا والفرص اللي بيحصل ممكن تكون يعني حاجه للناس الابلكيشن بيقدروا يعملوا توجيه للناس بدون معلومات اللي فوق اللي يعملوا شو. الطلبات الكويسه دي الانسان لو اجتهد انا كلهم اللي اجتهدوا يلعبوا طلبات كويسه. الانترنت مليان ريسورسز، كيف تكتب كفر ليتر كويس لاكاديميك بوزيشن؟ الناس عملت حاجات جديده. كيف تكتب كفر ليتر؟ كيف تكتب السي في بتاعك بطريقه كويسه؟ كيف تكتب نفسك بطريقه كويسه؟ حاجه موجوده. لو انت قعدت وسالتك وفي ناس بتاع يعني حتى في السودان يعني في ابروش يعني قاعدين برا السودان ويعني انا بتكلم عن سيارة بتكلم عن ناس ثانيين يعني انا بكون سعيد لو كنت ساعد يعني لو في زون انترست لو سعيد لو شغل الكيس بتاعك هو كده. ف ممكن في الازاز ممكن تجيب اونلاين ريسورسز يجهز الموضوع ده. الموضوع يعني انت دي يعني زي الامتحان صح؟ يعني اقعد مده الزمن واكتب ابلكيشن بطريقه كويسه دي